نجاح عظيم والتلة عرفات لازم تلف وإن شاء الله حنزور البلاد العربية كلها يا رب يا كريم يا رب. حذري فذري الكارت ده من مين؟ من مين؟ من عبد الحليم حافظ. وريني العندليب الأسمر يا روحي عليه. تاني 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 ايه؟ حنروح للحيرة تاني يا عين للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني. محمد عبد المطلب اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا قادر حبيتك وبحبك وححبك على طول مش هين وجهك. محمد عبد الوهاب ايه؟ حبيب قلبي استاذنا ياما نفسي اشوفك مره في حياتي. رأيت خياله في المنام احلى وعدي. يا عيني يا عيني. وايه ده صلاح عبد الفتاح الزكي؟ اكسري اكسر اكسر ايه الزين الزكي
صلاح عبد الفتاح الزكي. يا استاذ علام، انا لو في امكاني اشتري تذاكر الحفله كلها علشان اسمع واستمتع لكنت اشتريتها، لكن الفن بتاعكم ملك الناس كلها. ده من تشجيعكم لينا. انا كل حفله الاقيكم في الفوتيه نمره 7. مش قلت لك مواظب؟ الحقيقه مجموعه فوق الممتازه يا استاذ علام، مش كده ولا ايه؟ انا شاكر شعورك. عن اذنك. احمد احمد استنى. ايه رايك يا احمد في اللحن؟ رائع. وانت كمان يا احمد، ما فيش عازف زيك على الكوك كوك كونتر باس. المجال سهير. نعم. انا ما حبيتش امشي قبل ما اهنيكي بصفه خاصه. ميرسي. انا ما بقولش مجامله، دي الحقيقه. واحتفالا بالنجاح تسمحي تقبلي عزومه على العشاء؟ ايه رايك؟ فرصه تانية. ميرسي. لا، الليله. واظن مش هترفضي طلبي. بس احنا كتير. ولا يهمك. طب ما اقدرش اخرج من غير حوريه ووزه. اهلا وسهلا. وكمان بابا علام. وكمان بابا علام، ده استاذنا كلنا. والاوركسترا. دول يجوا 50 عازف. لما يكونوا 100. طب والكورال؟ برضه 50؟ لا، 48. ماشي. بس فين العربية اللي هتاخدنا كلنا؟ الشركة فيها 22 عربية. وأنا شخصياً عندي 4. خمس دقايق وحنكون كلنا قدام باب المسرح. قدام باب المسرح. ها؟ طيب. وماله لما نقبل عزومة صلاح بيه؟ مش جايز يكون آن الأوان؟ وتوب عليكي من هرية المسرح والإذاعة والتلفزيون. ما يا أختي، واقعد في البيت اطبخ واعمل دادة للولادة. لا حبيبتي، المسرح والمزيكا وبس. خليكي كده يا حبيبتي لحد ما يطلع لك شنب. شنب ينعل. اذنك. بقول ايه؟ هنعمل ايه؟ الاسكالوب واقف قدام الباب الكبير. نخرج احنا الى الفول والطعمية من الباب الصغير. استني بس. اوعى نتكلم بشويش، الناس ماشيه. استني بس. جبت لي السجاير النهارده الجمعه وما لقيتش الصنف اللي انت بتشربيه. هو انت هتجيب لي فراخ الجمعيه؟ ما تبطليها احسن. انا عارف انت بتغني ازاي. ابطلها؟ اي طلعني. بلاش فضايح. اللي ضاعت ترابيزه على البيست وبنسمع مزيكا وبنرقص تم تم والقعدة دي حلاوة والفن يتجلى يا حياتي. حورية. لازم اتخانقت مع مصطفى. لازم. طيب حاضر. طلعوني منه. ليه؟ ريحوني يا اخواتي. حصل ايه بينكم؟ ما هو يانكم يا الممثلات اللي بيصورهم بالمايوهات دوركم. يا ست جوزك مصور صحفي وفي مجله فنيه وده شغله. بطلي غيره بقى. هي سعاد حسني احلى مني. لا 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 لا. نجوى فؤاد بصوا ارشق مني. لا سمح الله. بلاش دول. نجلاء فتحي فيها سكس عني. يا حورية عقلي بقى. انت عاوزاه يعمل لك ايه؟ ايه ده؟ صوره. يصورني يعمل لي بوز فني
ويحطه في المجلة ويكتب كلمتين وبس. البت دي بقى اللي هتجد مثلا يعني. هو انا مش فنانة ولا مش فنانة؟ ولا يمكن بقى مش فنانة؟ دهتي عالم دهتي اهو. ناولين الشاب اهو يا حبيبتي. هاتي يطلقني. انتوا قاعدين ليه؟ ايه؟ ما تقوموا قوموا طلقوه، قوموا كلموه، خلوه يجي ويجي في دراعه الشيخ حسن. الشيخ حسن مين ده؟ مأذون العائلة يطلعني. ادي اخر صورة خدتها لها امبارح. البيت كله بقى مليان بصورها وبرضه مش عاجبها. كل ما صور فنانة وتتنشر صورتها في المجلة تقول لي صورني زيها، أنا أحلى منها، وتدب خناقة وتختمها تطلقني. طلقني. بيت ايه؟ بيت ايه؟ بتغير عليك. طب وانا اعمل ايه؟ كل ارتستات البلد بيرفضوا يتصوروا الا من كاميراتي انا، من بوزاتي انا، يبقى لزموا ايه كل ده؟ بيت برضو؟ لا بيت بتحبك يا اخي. ما هو ده اللي فارسني. ده مش انا مش مش بتحبها. مش ما هي دي مصيبتي. طب يلا بينا بقى علشان وزة والسهير عز 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 ايه؟ عز يا جماعة انت بتتكلمش لو بتضرب. عز منا. عز منا على ايه؟ على الغدغد. ايه؟ غدغد غدغد غدا. حورية هناك؟ طبعا. يبقى مش رايح لما تيجي تعتذر لي الاول. ما تبقاش غلس. غلس؟ اشمعنى دي اللي قلتها صح؟ قصدك غلس؟ غير نتفاهم هناك. ايوه. ونصطلح وبعدين نتغدى. لا نتغدى الاول قبل ما نتفاهم ونصطلح. لحسن هتختم بخناقه. ايوه. وطلقني طلقني. ومش هتغدى. طب يلا يا بابا بقى. يلا فين؟ يلا يا بابا. يلا ايه؟ يلا يا بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. تعالى فين يا ابني انت موديني؟ لمراتك للي تغديني. يا عيوني ليه تداري؟ ليه تداري يا وزة؟ ليه؟ تقلي التقلية شوية عشان مصطفى بيحب يعمل شكشكة. قلبك قوي على مصطفى؟ مهما كان ده درش جوز. قال على رأي المثل، قلبي على نفسي حجر وقلبي على جوزي انفطر. ويطلقني دي ليه طيب؟ بحبه يا سويس. ايوه وربنا. وريحوني يا اخواتي. بموت فيه يا وزة. وزة ليه؟ تقلي التقلية شوية عشان مصطفى بيحبها مشكشكة. يطلقني تاني. انا جيت. طلعني. ايه ده؟ ما بحبوش. مش طايق اشوف شكله. ايه دي يا حورية؟ ابدا ابدا يا حبيبي. لا يمكن. يا حبيبي غدا الاول وانا اتفقنا. يعني مش ممكن. يعني ما نتغداش يا حبيبتي؟ هنتغدى يا حبيبتي. بس بعد ما نصفي كله. طبعا اذنكم. انا هخد على ماما. ما تبقاش انت راجل. اسمك. يطلعني. شاهدين؟ ريحوني اخواتي. حاضر. ودلوقتي حالا. شاهدين؟ استنى. ريحوني اخواتي. طب كده؟ طب انا هجيب المأذون. يا ابني هات اتنين. هو انا بخاف. اتنين؟ وعايزه تطلقي بالجوز؟ حاضر. مجنونه. شو؟ الو؟ ايوه. نقول لها مين يا فندم؟ ده سيكي. وانا مالي؟ كلميه. انا مش هنا. يلا. بس انا قلت له موجوده. انا مش موجوده. الو؟ هي مش موجوده والله ما اعرفش. اصل بتكلم من عند البقال. موجوده وبتنكر نفسها. اول مره واحده تقولي لا. انا عمري ما شفتك ملهوف بالشكل ده. انا صلاح الزجي اطلت على الباب زي التلميذ اللي بيحب جديد. انما انا عارف ازاي اخليها تسجد. يا اخي انت فاضل حاجات زي دي؟ ده لما يخلصها لك في دقيقه واحده. ما تاخدش معايا غلو. الفلوس يا ابو صلاح. لمعي ما ينفعش في اللعبه دي. مفيش حد يقدر يجيب رجلها غيري انا. انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ سيبه انت اللمعي وهو يجيبها لك تحت رجليك في 24 ساعه. مش عارف يا رشاد. البنت دي قلبت كياني. خلتني ما بقتش شايف واحده غيرها في الدنيا. خايف لأكون ابتديت أحبها. عملت إيه يا لمعي؟ أنا قابلته يا فندم، ولما كلمته حبيت أتفاهم معاه. زرجت، زودت المبلغ 1000 جنيه، عمل حنبلي. الراجل ده سكته مش الفلوس. حضرنا حفلة الليلة في شقة الزمالك. في شقة الزمالك يا فندم. لا،
في شقه مصر الجديده. في شقه مصر الجديده يا فندم. العمليه دي مش لازم تروح من ايدينا، انا رصد لها 5000 جنيه. حاضر يا فندم. بقول ايه؟ ومشروع طريق البدرشين. مشروع البدرشين مطروح في مناقصه، وفي عروض اتقدمت اقل من عرضنا بكتير. وانا خايف يضيع مننا. قلت له نقصوا العرض 1000 ولا 2000 ونعوض من نسبه الحديد والاسمنت. صلاح بيه قال لا. اسمع يا رشاد، انت عارف مبدئي، اغش في المناقصات العامه او اتلاعب في المواد او المواصفات ده مستحيل. ادفع 3000 جنيه ما دام غيري دفع 2000. انما عرض حياه الناس للخطر اسف، ده مش مبدئي. بالمناسبه ايه اللي تم في موضوع مستشفى كفر عبد؟ المدير مضى قراره امبارح ولازم نتكتك له من دلوقتي. بالموني بالفلوس بالارزاق. لا مقياس لك في الحديد، حتى في المسارح والامانيا لالي. يا رشاد بيه، عشان اثبت لك انك غلطان هتماشى معاك. لمعي. افندم سعادة البيت. انت طبعا عارف البنت اللي اسمها سهير اللي في مسرح النجوم. طبعا يا فندم، طبعا طبعا. رشاد بيه بيقول انك تسلك في الحديد. ايوه يا فندم. خد اديها دي هديه مني، وعزمها في السهره بتاعت الليله. حاضر يا فندم. والله اسمعي يا استاذ افندم، احنا فنانات محترمات مش بتوع الحاجات دي. ازاي حضرتك غلطت في العنوان؟ ابدا ابدا، هو سالني على عنوان قلت له مظبوط. يا شيخ وايه غرضه من كده؟ وبمناسبه ايه الهديه دي؟ سيادتك هتشرفي شقه جميله، سهره بريئه، تغني دور قصيده طقطوقه اللي يجي على مزاجك. ويسكي موجود، كونياك موجود، جن موجود، سهره بريئه يا فندم. طبعا. والاسوره دي عبارة عن عربون صداقة. اسمع يا استاذ، احنا ما بناخدش عربون صداقة، عربون حفلة. معلش تسمع. اسمع يا سهير. استني استني، الحكم بعد المداولة. دولة ايه؟ بلغتيها منه احسن من عينه. لو قلت كده تاني يا وزي هزعل منك. سامع؟ اسمع يا استاذ. افندم، انت تروح تقول للبي بتاعك اني انا عضو في مسرح غنائي مش في كباريه، وتقول له كمان يحترم نفسه. فاهم؟ فاهم يا فندم. طيب. المسألة مش محتاجة لزعل أبدا، أستأذن يا فندم. اتفضل. بقول إيه؟ يا أستاذ، يا سيد، يا فندم. حضرتك قلت لي اسمك إيه؟ لمع أورني يا فندم. أورني؟ لا واضح. أورني. شكرا يا فندم. تلاتة تلاتة بس، تجرم تجرم بزيكا والمحنة وبس. فهمت بقى يا سيدي؟ إنما إيه الحكاية؟ هو لمع راجع بالأتوبيس ولا إيه؟ تطمن. يا سلام، ده انت واثق من نفسك قوي قوي. ازاي؟ شوف بقى يا سيدي، لمعي زمان وصل على باب العماره. لمعي دخل الاسانسير، لمعي داس على زرار، الاسانسير طالع، الاسانسير وقف. لمعي هيخش علينا دلوقتي ويقول الست سهير رفضت الغويشه بكل اباء وشمم وشرف، ورفضتها رفضا باتا. ادخل يا لمعي. سعادة البيه، عملت ايه يا لمعي؟ الست سهير رفضت الاسوره بكل اباء وشمم وشرف. ايه يا ابني الحكايه؟ انت مكشوف عنك الحجاب ولا ايه؟ امال ايه؟ بتحسبني خبير اسمنت ومهولات بس؟ ده انا خبير ستات، بس دي ست نوع اخر. ابب بالغشة. حاضر يا فندم. هنضطر نرجع لحركات زمان لما كنا عيال صغيرين. ايه؟ هترجع مراهق تاني يعني؟ مراهق مراهق، بس اعيش. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تليفون على لسانك يا سيدي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الو الو، الو الو، متين الو ولا حد شرد. متين الو ولا حد شرد. مدموزيل سهير. ايوه يا فندم. اسمحي لي اوصلك.
لا ميرسي، مشواري قريب. تحت امرك. باي. تعزم الفرقة كلها على 5 كيلو لحمة بس. صدقني حمار، وهيعيش حمار وهيموت حمار. الله يخليك يا ميل. العفو. البيب يقول لك عايزين نفاجئ الفرقة بعزومة محترمة، تقوم تجيب 5 كيلو لحمة؟ ما قلت لك اتولد بجم، هيعيش بجم وهيموت بجم. يلا يا اولاد بروفة عن اللحن الجديد في الهواء الطلق. يلا. هو في كل حته شغل شغل. انا تعبت من حفله امبارح. المصمص مسرح سيد درويش كان امبارح كومكم كومبلي كومبلي عشاني انا، عشان فني انا، عشان صوتي انا. والنبي يا بابا علام نفسي اغني سولو لوحدي. ايوه علشان الجمهور يضربنا بالبيض الممشش. امال فين سهير؟ اسكت انت، طلعت روحنا.
تلاقيها قاعده هناك عامله زي عروسه البحر. ايه يا سهير؟ ايه يا سهير؟ ايه يا سهير؟ ايه يا سهير؟ عشان يبقى عيش وملح. خلاص؟ بين أصحاب؟ صداقة إعجاب وتقدير. تسمع حضرتك تقول لي؟ عشان ما تتلخبطيش بين حضرتك وحضرتي. بلاش حضرتك. إزاي بتعرف طريقي؟ أي مكان بروحه، أي وقت بخرج، إزاي بتعرف؟ ده بقى سر. كل أقدر أقوله لك إنه مفيش حاجة عنك معرفهاش. أنا دايماً معاكي. إعجابي بيكي ملوش حدود. أكمل ولا ديتك؟ أبداً اتفضل. وبعدين سألني ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ قلت له إني مش هقدر أوفق بين بيتي وشغلي. نصحة. طبعاً كل ست تتمنى إنه يبقى لها بيت وزوج وأولاد. أنا بقى حاسة إن جوايا طاقات كبيرة وأمال وأحلام. كل ده هيتحقق. هتجوز اللي يحرمني من شغلي. طبعا. وقال لك ايه؟ قال لي على كده مش هتتجوزي ابدا. وقلت له ايه؟ عايزه اكون مطربه في مسرح جديد. لكن فين؟ وازاي؟ قلت له لو الاقي اللي يحترم فني ساعتها ما عنديش مانع اتجوزه. وقال لك ايه؟ انا هعمل لك كل ده. من بكره ندور على حته ارض ونبنيها. صحيح. نبني اكبر مسرح استعراضي. مسرح جديد، اخراج جديد، انوار، مزيكا مصريه تلف العالم، واغني واغني اغني. اخ واسمك بقى يتكتب قد كده بقى بالخط بقى ايه؟ الفرقه الاستعراضيه الجديده بطوله المطربه الكبيره سهير. لا 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 لا, لا, لا. لا مش بطولة حد، بطولتنا احنا كلنا، انتوا وانا وبابا علام، وكلنا هننجح والناس هتسقف لنا، ولازم نرجع الفلوس اللي هيديها لنا صلاح. لكن ايه رأيك فيه يا سهير؟ لطيف ومؤدب. المكتب عشان يمضي. سيبنا عليه. البيع عايز حاجة، يؤمر بحاجة، تؤمر بأي شيء. كله تمام يا لمع يا أنس. أنت اللي ستين أنس يا بيه. عن إذنك يا القعدة هنا للفرفشة والأنس وللبيزنس. كاسك. صحتك. بتفكر في مين؟ أحن شوقا يا رشاد. للي بالي بالك. هتجنني. إنما وراها وراها. متشكرين يا جماعة. عفوا عفوا. السلام. الله يسلمك. الله يحفظك.
دي أول مرة من 10 سنين بسيب فيها المكتب لمدة شهرين، وطبعاً رشاد بيه مكاني. أي حاجة تجد عليك يا ليلى تاخدي رأي رشاد بيه، وطبعاً إلا عارفة يا فندم، جوابات الصدرة والوردة أعرضها على رشاد بيه. أوامر ثانية يا فندم. ميرسي يا ليلى، بس دي ريحة شهر العسل هتطول قوي. والله وطبيت يا أبو صلاح. والله يا رشاد أنا حاسس بتغيير عجيب جداً، أول مرة في حياتي بحس إني عايش حقيقي، بعيد عن النقصات والمزايدات واللي كده واللي كده. لا لا، هو شغلنا ممكن يمشي من غير اللي كده واللي كده. اوعى الجواز ينسيك شغلنا لحسن تبقى مصيبه. وداعا للعزوبيه، وداعا لليالي الانس والفرفشه، فالى العروسه يا صلاح، الى العروسه، الى العروسه يا صلاح، الى العروسه. وبما ان هذه الليله هي ليله الوداع، طال السهر وقلبي قال لي ايه الخبر، قلت ينتقل اخونا صلاح من حياه العزوبيه الى حياه الزواج. الواجب علينا ان نحتفل بهذه الليله احتفالا عظيما. صلاح يا اخونا في العزوبيه، يا صاحب الطلعه البهيه، هتسيبنا من اجل صحن مهلبيه، وانا ليك وانت ليا يا اخويا يا ابو العيون العزليه. ارقصنا رقصه الوداع واعمل شنشن. بيبا على بط ده، بكره الفرح يا حبيبي. يا بتاع النعناع يا منعنع. يا بتاع النعناع يا منعنع، يا بتاع النعناع يا عريسنا، يا بتاع النعناع يا منعنع، يا بتاع النعناع يا عريسنا، يا بتاع النعناع يا منعنع. لكل بيت فرح وكل بيت زفان ومعارسنا قمر، قلت للعازم
قمرنا نوي نوي يا قمرنا الدمعة تعدي البسمة تعدي واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا حب حبيبي ليا حبايب حبايب الحب في ناديك دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا
برافو. هو برضو بابا ما جايش يا ماما؟ يا رشاد، انا بالشكل ده بهمل مراتي وبيتي وكل ده عشان ايه؟ عشان الست الناقصات اللي ضاعوا مننا وكان ممكن نكسب منهم 50,000 جنيه. يا صلاح يا صلاح، انت مسؤول عن شركات وعن موظفين وعن مركزنا الاجتماعي كله. ايوه يا رشاد، بس مراتي وبنتي لهم حقوق. ما عندهم كل حاجه، هم ناقصين ايه؟ النهارده عيد ميلاد بنتي وبقينا الساعه 9 واحنا لسه هنا في المكتب. شغل شغل شغل. انت عارف كويس قوي الناس اللي واقفين قصادنا، اذا اهملنا هيدوسونا. طيب نكمل شغل. لا مش هنا، في مصر الجديده. لا معمار ده كل حاجه. طيب في مصر الجديده. صلاح. يا فندم. صلاح، أنا لازم أتكلم معك. أنا تعبان. ما هو لازم أتكلم معك دلوقتي، لازم تفوق لي مرة في حياتك. اتفضلي. إحنا فات على جوازنا 5 سنين، كنت فيها الزوجة المخلصة الوفية. ما طلبتكش في يوم من الأيام بالأحلام اللي انت صورتها لي. نسيت حياتي وكياني والفن اللي كان كل شيء في حياتي، وقلت عيش لجوزي والبنتي. طب وحصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ان حكمي طلع غلط. الزوج والبيت والحياة كلها غلط في غلط. ناقصك ايه؟ ناقصني زوج. زوج يحس بيا، يحترم بيته، بلاش ده كله، يحس انه اب وانه له بنت يقدر يفضلها يوم واحد في السنه، يوم عيد ميلادها. اسمعي بقى، انا لا بتاع اعياد ولا شموع، انا بتاع شغل. ورايا غيلان واقفه قصادي، ان ما كنتش هفترسها تفترسني. انا بعمل ده كله عشان مين؟ عشانك وعشان بنتك، عشان تعيشي في القصر اللي انت عايشه فيه وتركبي بدل العربيه 2. كل ده ما يهمنيش، انت بس اللي تهمني يا صلاح، وان شاء الله نعيش مع بعض في عيشه. اصلك ما شفتيش اللي انا شفته، ما جربتيش الجوع والحرمان، ما شفتيش بعينيك الولاد لابسين هدوم العيد وانت مش لاقيه اللقمه. انا ببعدكم عن ده كله، حتى لو كان عن طريق الرشوه والسرقه. عن اي طريق؟ الناس زي السمك، الكبير بياكل الصغير والصغير بياكل الاصغر منه. لو ما عملتش كده هتاكل، هضيع. هو انت لسه ما ضيعتش؟ شيخ البلد ترلم ترلم، خلف ولد ترلم ترلم، شيخ البلد ترلم ترلم، خلف ولد ترلم ترلم. يا فرحته قلبه انشرح، عامل فرح لخلفته. شيخ البلد شيخ البلد. لخلفته شيخ البلد شيخ البلد. Thank you.
الاستعراض يعني حركة، حركة جماعية، تركيز، تركيز من كل واحد فيكم. انتوا هنا في مسرح، مسرح مش ماتش كورة. هنا مكان عملكم، حياتكم هنا، تفكيركم هنا. حركة الإيد تبقى واحدة، اللفة نفسها واحدة، كل حركة عندي لها معنى، لها أبعاد، أعماق. مفيش ارتجال عندي هنا أبدا. دور دور بالأنفاس وسيني القاس، خلي الإحساس يتشل عالرب. دور دور بالأنفاس وسيني القاس، خلي الإحساس يتشل عالرب. النهاردة 5% بس. بقى بعد 14 برفات وهالتحيل وأبعاد وأعماق، لما الواحد سوسة باظت نبقى بس 5%؟ ليه؟ وإحنا شهادات استثمار؟ إنما حلو. حلو. ياي، شفت عينيه؟ شفت شياكته؟ ولا كلامه؟ من غير تا 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 تا. وكمان في أعماق. أعماق. مش عايزين يعرفوا ان الواحد عشان يوصل لازم يتعب يضحي. طريق النجاح يا اولاد طويل وصعب، يا ما غيركم كافح سنين ولسه معتبر نفسه في اول الطريق. اهو اكبر مثل قدامك اهو، استاذنا كلنا بابا علام، يا مجاعة، يا ما نام على الصفة، يا ما عرض فنه على القهاوي سنين لحد ما البلد كلها قدرته وامنت برسالته. تفضلوا 10 دقايق راحة وعايزكم كلكم على المسرح وفايقين. مفهوم؟ حاضر حاضر. يلا يلا يا اختي، كل حد يكلمني. مش كده شباب الايام دي معظمهم متسرعين، عاوزين يوصلوا بسرعة وباقل مجهود. الشباب لازم ياخد الرواد قدوة ويطوع افكارهم للعصر اللي احنا عايشين فيه. انت كنت قاسي معاهم شوية يا حسين، ولو اني شايف انه مجهودك اسمر معاهم والاولاد يتقدموا. لسه كتير، لازم يتعبوا، لازم كلنا نتعب عشان نوصل لفوق. يا خسارة ما عنديش السوليست اللي تديني اللي انا عايزه. كان عندنا يا خسارة. وحشتوني. أهلاً أهلاً.
اهلا 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 بعز الحبايب اهلا 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 بالقمر اللي غايب اهلا القمر وحشتينا نورت ليالينا وتلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب وحشتوني 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 وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان وحشتوني 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 وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان رجعت وحشتوني 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 وحشتني ليالي زمان اهلا 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 بعز الحبايب اهلا 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 بالقمر اللي غايب اهلا يا قمر وحشتينا نورت ليالينا وتلموا الحبايب ومهما العمر فرقنا حنرجع برضو زي زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني 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 وحشتني ليالي زمان أهلا 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 بعز الحبايب اهلا 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 بالقمر اللي غايب اهلا يا مرا وحشتينا نورت ليالينا تلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب Thank you.
اجيب لحضرتك الغدا يا فندم؟ كنت فين؟ ابدا، لقيت نفسي فاضيه زي كل يوم، رحت زرت بابا علام والفرقه. انا قلت لك ما احبش يكون ليكي اي اتصال بالناس دول، دول انتهوا من حياتك. انت دلوقتي ام وزوجة راجل له مكانته في المجتمع. انا ما سقتش لك ولا للمجتمع بتاعك. انا رحت زرت ناس زملاء بحبهم وبيحبوني، ناس شرفه. شرفه؟ الناس دول انا اشتريهم بعشوة. انت غلطان يا استاذ، دول غير الناس اللي حواليك اللي عايشين على الخمرة والسرقة والرشوة. خزي! سنين وانا بتمنى وادعي انك تشوف نفسك على حقيقتك وتفوق وتتخلص من الشلة اللي حواليك اللي بتنصب وبترشي وبتسرق باسمك وعلى حسابك. انت ضعيف ضعيف، ما انتش قادر تواجه نفسك ولا تحس بالدوامة اللي بترمي نفسك فيها ولا تواجه الناس اللي ودوك في داهية. بس برا، انت بتسأليش تقعدي في البيت ده؟ امشي تعالى برا 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 برا. هو يعذبك انت تاني، هكسر رجلك. امشي تعالى برا، انت عايزه بس تروحي. هو يعذبك انت تاني، هكسر رجلك، هكسر رقبتك. بتدوري على حد؟ بابا علام، بابا علام. بنتي بنتي، انت بتهددني؟ طلاق مش هطلق والبنت مش هشوفها ابدا. اعملوا اللي تقدروا عليه. انت فاكر انك سيد الموقف متحكم في مصير سهير؟ احترس من دعوة المظلوم يا صلاح بيه. الزمن ملوش أمان، والغالب قد ينقلب مغلوب، وساعتها حتتلفت حواليك مش حتلاقي إلا الأسى والندم. ده راجل مساوي مش هنقدر عليه. يبقى نرفع قضية طلاق وضم البنت والنفقة يدفعها ولا يهمه. ولو رفع هو القضية، لما يرفع مليون قضية مش هرجع له، وهاخد بنتي بحكم الشرع انا امها. صحيح انت الام وانت الاولى بحضانتها، لكن لما تكون الام من اسرة الفن القانون مش بيقف جنبها. يعني يقدر يحرمك منها ويخليكي ما تشوفيهاش؟ هو صحيح يقدر يحرمني منها ويقدر يخليني ما اشوفهاش، لكن مش هيقدر يحرمني من اني اكون امها. ده مش 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 بني ادم ابدا. ولا يهمك انت تفرفشي وتنعنشي كده وتلتفتي لصحتك. مزمز 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 مزبوط. ربنا معاكم يا بنتي.
يلا يا اولاد احسن ميعاد البروفا قرب. يلا على البروفا. بروفا بروفا. بابا علام، يا ريت اقدر ارجع لكم تاني. مكانك موجود معانا دائما يا بنتي. استاذ حسين. نعم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ رايي هي دي عايزه راي يا بابا علام. دي مفاجاه مذهله، ده شيء رائع، دي كسب. انا في منتهى السعاده دلوقتي اني اقدر احقق اللي انا عايزه. اسمعي. ها؟ اعملي حسابك من هنا ورايح على بروفات 24 ساعه في اليوم، هتتعبي. حياتك من هنا ورايح لازم تبقى رقص، موسيقى، فن، طرب، عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. موافقه؟ ربنا يوفقكم. هخس 10 كيلو. اوعي اوعي تخسي. بس انا تخينه كمخرج فرقه. انا عاوزك تخسي يجي 15 كيلو. شايف؟ انما كحسين اموت في السمن البلدي. هنا ولا لفي بس ما تخافيش. طيب كده كده رشاقة. ها واحد. ايوه ها كويس كده. لفي تاني من هنا. بخاف. لفي معلش. يلا حسب. ايوه ها برافو. يلا تحت بقى يا جبانة. ما شاء الله. يلا فوق. حلوة حلو كذاب. ترارارارارام. يا خرابي على جوز العيون السود دول. قد العيون السود. ها؟ مش قايلة. غمزت اس النار وغمزت اس النار وشبكت اس النار وشبكت. حورية راقدة في البيت عيانة وممكن تبعتوا لها دكتور الفرقة. دكتور الفرفر الفرفر الفرقة قال إن عندها حمحم. حمحم عندها حمحم؟ ما عندهاش حمحم. الغرامة ماشية 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 ماشية. ده أنت لو مشيت الغرامة تطلعني. مش شغلي مش مهم. إيه ده خلاص اللي تشوفه. خدناها بقالنا 6 اشهر. حتى مساله الفلوس ما بقتش تسوى. كل الشركات بتخفض في نسب المواد الخام وهو ده المكسب الحقيقي. انا مش موافق على ده. 100 مره قلت كده. طب افتينا انت. الشركه ما بقاش فيها فلوس ويمكن ما نقدرش ندفع معايا الموظفين الشهر اللي جاي. الاهم من ده كله
ان العيون ابتدت تفتح لينا وفي شكاوى وتحريات عن الشركه، ويمكن بكره نبقى في سين وجيم. كل ده انا محرسكم منه. يا صلاح يا صلاح، انت تقدر تكون معانا شويه؟ اتصالاتك بالناس بتوعك، كمان مساله المدام بتاعتك ملخبطه كل حاجه ومخليك مش معانا زي زمان، وفيه كلام كتير بيتقال لنا، وموقفك معاها عايم يا صلاح. شغلنا اهم، والمساله دخلت في دور جد، واصبحنا مهددين بالافلاس. والله ما انا عارف مين اللي دوخ التاني. يا شيخ بموت فيكي لما تضحكي. مش عارفه ايه اللي بيعجبني فيك. ايه؟ جرأتك، حماسك، نظرتك الجديده للفن. انا اقول لك كل كده على بعض. وانا كمان بحبك لما تضحك من غير الاوامر والشخط على المسرح. المسرح حاجه وحياتي بره الشغل حاجه تانية. احنا صحيح بنعرف بعض من مده قصيره، بنخرج مع بعض، بنتفسح كتير، عمرنا ما اتكلمنا في حاجه غير الشغل، مزيكا وبروفات. عمري ما كلمتك عن نفسي. وهتكلمني عن نفسك امتى واحنا بنشتغل 48 ساعه في ال 24؟ قول يا حسين قول. عمري ما قلتلك مثلا اني ما كنتش اتصور ان يجي يوم احس ان في شيء في حياتي اهتم بيه واحبه زي شغلي، ويمكن اكتر شويه ما كنتش اتخيل ان في انسانه في الدنيا ممكن تبقى هي احلامي وطموحي في نفس الوقت، هي النهارده وامبارح وبكره. انا خايفه يا حسين، الناس ابتدت تتكلم علينا، وانت عارف ظروفي، انا زوجه وام. مفيش حاجة غلط بينا، بس الناس لها المظاهر. يلا بينا حسين، اعمل معروف. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. انا مامة غادة صلاح الدين اللي في الجردان. اقدر اشوفها؟ غادة؟ عارفة غادة بقالها يومين ما بتجيش، الظاهر مريضة. مريضة؟ ايوه. طب عن اذنكم اتفضل. ماما حسبي غادة، حسبي ماما ماما.
سلام يا سلام. وحشتيني يا ماما. انت مش عجباني، انا كل يوم بحاول اخرجك من الجو اللي انت فيه، بحاول اخليك تبتسمي للحياة وتشوفي الدنيا بعينيك الحلوة عشان تشوفيها حلوة. الدنيا مش بوكة، الدنيا امل. انا ما كنتش فاكر ان الواحد لما يحب حقيقي ما يقدرش يقول اللي بيحبه بحبك. أنا عارف كويس الحاجز اللي بيني وبينك، اللي بيخليكي دايما تهربي مني لما بتحسي بالكلمة دي في عينيا، في كلامي، في خوفي عليكي. الحاجز ده لازم نتغلب عليه. أنا عمري ما حسيت إني عايزك جنبي زي دلوقتي، زي اللحظة دي. الحكم صدر ضدنا. طبعا يبقى تخرب بيتنا. اتفضحنا. مفيش حد فيكم انقرب بيته او انفضح غيري انا. كل واحد فيكم كان بيعمل لمصلحته الخاصة، وانا اللي هدفع الثمن. على اي حال انا ما اقدرش اتحمل الفضايح، انا محضر اوراقي ومسافر الكويت. سلام عليكم. ربنا يستر. وانت كمان مش عايز تمشي؟ انت طبعا مرست على نفسك. يا صلاح انت بتلومنا وكأن احنا السبب، وانت عارف كويس ان اعمالنا كانت مزدهرة لغاية جوازتك ما تمت، ولغاية الست ما سابتك ومشت. الست اللي بتتكلم عنها دي هي الحاجة الوحيدة النظيفة اللي قابلتها في حياتي. البنت موتة روحها من العيال.
عايزه تشوف مامتها ودلوقتي حالا. انا لو منك اوديها لامها على طول. ده كان البيه يقطم رقبتها. اسمعوا يا جماعه، خلونا احنا بره الموضوع. انا هوديها لمامتها دلوقتي، زمانها لسه ما سابتش المسرح. وهتقول ايه للبيه؟ ما حدش له دعوه، انا المسؤوله. هو ده الالوان الستهان متفسر زي ما انا كاتبه بخط ايدي. متشكره قوي. العفو استاذ. يلا يا طلبه. حاضر. اطلع يا اسطى. مين حضرتك؟ لو سمحتي الست سهير من فضلك. حاضر، اتفضلي. تعال يا طلبه. حاضر. تعالي حبيبتي. هي مو قاعدة هنا ليه يا دادا؟ بكرة يا حبيبتي تيجي عندنا. غادة حبيبتي. ماما وحشتيني يا ماما. يا حياتي يا حبيبتي يا حياتي. وحشتيني قوي قوي يا ماما. يا حياتي انتي وحشتيني قوي قوي يا ماما. انتي اكتر يا حبيبتي. ما تيجي معنا يا ماما. حاضر حاضر. اصلها كانت بتتفرج على الحفله بتاعت حضرتك وقالت لازم اشوف ماما، ما قدرتش استانم، خرجت من ورا البيت وجيت. اسمعي يا حبيبتي، انت لازم تروحي يا غدا عشان بابا ما يزعلش منك، وكمان تسمعي كلامه عشان انا ما ازعلش منك. بابا حلو وبيحبك، بس اوعي تخرجي تاني من البيت من غير اذنه، وبكره هجيب لك لعب لغاية عندك. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. خدي يا عم طلبة. تعالي يا حبيبتي. خدي بالك منها رجع. من عيني. أنا مستنياك يا ماما. حاضر يا حبيبتي. مع ألف سلامة. أنا جاية. مع السلامة. الله يسلمك. بنتي 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 دي بنتي عزيزة، شفتها حلوة ازاي؟ معلش بكرة الأيام تتصلح. يا ريت يا ريت. اعمل حسابك يا حسين ان الفرقه هتسافر من غيرها. مش ممكن. اقدر انفذ زي اللي نفسي فيه من زمان. مين عندنا بدالها؟ العرض هيبقى فاشل. لكن يا ابني احنا امام قانون، جوزها مش هيسمح لها بالسفر، واحنا مش ممكن ناخدها من غير امر جوزها. يبقى هروح اقابله واقنعه. تقابله بصفه ايه؟ ثم انت هتصدم بعقلية رجعية، مش هيوافق. يبقى نلغي السفر. حسين يا ابني فيه عقود، فيه ارتباطات، اسم الفرقة وسمعتها. رسالة الفن لا يجب أن تعوق أي عقبة. اعتمد على الله، وأنا واثق إنك هتقدم عرض ناجح. مش ممكن. سهير لازم تسافر. شوفي بقى، ما هو يا كده يا ما فيش سفر. وانا بفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. لا 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 عيب عيب. يا بنت انت، يا حسنيه يا تفيله يا حسين يا بشير، انت يا بنت الراجل ده هو عرف ان احنا مسافرين لبنان والطمع طافح من على وشه. ابدا والله، ده انا مقدم لها لستة قد كده اهو. لستة؟ اه لستة بدري عليك. هو عايز شرق 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 يا اخويا. ما تنسى شرابات. ما هو انت متعب يا مصطفى، لو جابت لك شرابات من شارع الحمرة تقول لها ده من سوق سرسو. طب 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 انت طب ايه رايكم بقى ان سهير مش مسافر؟ اصل المنايل على عينه جوزها مش عايز يديها تصريح بالسفر.
والاستاذ حسين مصمم يلغي السفر لو سهير ما سافرتش. يعني ايه؟ هيضربنا بومبا؟ بومبا بومبا كشر. يا مجنون من العطش يا احمد. ساتر احمد اوبح بليز من طقطق طريق. اوبح انت كنت بتكلم مين؟ انا بكلم روحي. اصله خايف من الطياره. الجدع نمال ما تفتحناش. ايه وسطي 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 هتقسم. قول ان شاء الله. تعال اثبتي اثبتي كلها ساعه ونوصل. انت يا ولد بيكلم مين؟ ده بيكلم روحه. ودنك ودنك يا احمد. يا خبر ابيض. طب ايه مالكش دعوه انا هخش معاه. طيب يلا. أنا طبعاً مبسوط زيكم، لكن يا سهير دي جريمة وانت ارتكبتيها، هنعمل ايه؟ هترجعي ازاي؟ انت خرجتي هربانة وضروري هترجعي هربانة. أنا ما قدرتش ماجيش معاكم، ودي مسؤوليتي أنا، ولما أرجع هواجه المسؤولية بنفسي. يا ستي حمد لله على سلامتك أهم. أنا هتحمل كل المسؤولية ولا يهمك. أولاً حسن النية متوفى. ثانيا كنت هتعملي ايه مع جوزك لما يرفض تصريح السفر؟ سهير انت عرضتي نفسك للخطر عشاننا كلنا، عشان المجموعه، عشان الفرقه، عشان العرض. يا استاذ انا في عرضك. دي حاجه مخالفه للقانون. في حاجه اسمها نص القانون وحاجه اسمها روح القانون. يا روحي يا اخي روح الله يسامحك. اسمعي يا سهير، أنا لما هرجع. طب ارجع أنت وشيل إيدك عن جسم الجريمة. مفيش مجلة ولا جورنال. الموعد، الشبكة، الأنوار، كل شيء، الكل أجمع إنك صوت بياخد العقل أخد لك. يلا بقى نقوم نعمل بروفا قبل السواريخ. ها؟ مش بهنا بروفات في مصر. الليلة دي لازم تبقي أحسن من امبارح، وبكرة أروع من النهاردة. عايزك ترجعي مصر ملكة. أنا معاكي أحقق الشيء اللي في دمي. معاكي بحس إن الفن اللي فيا بيوصل للناس. في حاجات كتير قوي عايز اقولها بحس بيها وبتكمل بيكي انتي. انا خايفه
أنا خايفة يا حسين. ده أنا اللي خايف. خايف لا تروحي مني. خايف لا يجي عليك يوم تختاري. أختار إيه يا حسين؟ وأنا خرجت من مصر بطريقة غير قانونية. يمكن تحصل لي مشاكل تحرمني من بنتي. الدنيا دي عجيبة قوي. مش ممكن الإنسان يلاقي السعادة الكاملة أبدا. السعادة ده شيء نسيته من زمان وانت بتفكرني بيه. ساعات الإنسان بيضطر إنه يختار بين سعادته وسعادة الآخرين. وكتير قوي بيبقى أسعد لما يختار إنه يسعد غيره ولو على حساب نفسه. الفنان لازم يبقى هو سعيد عشان يقدر يسعد غيره. أنا دلوقتي لو خيروني بين الفن اللي بعبده وبينك، أنا عارف كويس قوي هختار إيه. لكن أنت لو اخترتي اختيارك هيبقى إيه؟ حسين، بنتي أولى بأي سعادة بحس بيها. ولو على حساب روحك. بنتي هي روحي. حسين، أنا لازم أسافر. ودلوقتي اللي تشوفيه تفضلي. برافو. يلا بقى يا حبيبتي نذاكر الحساب. اشترى رجل حمارا وحمارا يبقوا كام؟ اتنين. برافو. طيب أربعة وأربعة يبقوا كام؟ حمارا يا نزل. أيوة يا حبيبتي، يبقوا كام حمارا؟ تمانية. برافو. دلوقتي بقى نخرج ونروح الجنينة وكمان نروح السينما. عايزة أروح لماما. حاضر يا حبيبتي. هوبا. يلا روحي بابي. انت بتحبي بابا قد ايه؟ قد الدنيا. يعني ما بتحبيش حد اكتر من بابا؟ اه. مين؟ ماما. الو. ايوه. احنا حضرنا في القضية. حصل فيها ايه؟ قررنا ان الزوج متنازل عن حقه وليس له اي طلبات بخصوص سفر زوجته بدون اذن، والمحكمة من جانبها قدرت حسن النية وانعدام القصد الجنائي فحكمت ب15 يوم مع وقف النفاذ. بالمناسبة لو سمحت اشوفك شوية في المكتب. طيب متشكر. كان يوم من نصيبي ضحيت عمري معاه في مشوار اسمه حلو قوي. يحيى العدل. يحيى العدل. مبروك البراءه. يحيى العدل. يحيى العدل. ايه؟ اذبح ديكرومي، اغني، ليه ارقص باليه، والنبي لكل رقصه باليه. مبروك البراءه يا سهير، والنبي حته قاضي زي السكر. عارفه هخلي مصطفى يوضب حفله، ولو ما وضبش يطلقني. مذاكره يا حبيبتي، اسم الله عليكي. يلا يا اختي يلا، جاتك نصيبه بتحب على روحي. الليله دي انا حاسس ان احنا لازم نكون لوحدينا. في حاجات كتير قوي لازم نقولها. انا الفرحه مش سايعاني. في حاجات كتير قوي في دماغي عاوز انفذها.
بس اللي حصل ده مش لازم يتكرر تاني، ودي في ايدينا. تسمحي لي اروح اقابل صلاح بيه؟ لا، انا رايحه له. الحمد لله بالسلامة يا استاذ هانم. اهلا يا رجاء. اهلا بيكي. امال فين غاده؟ انا مش شايفاها. لسه ما جاتش من المدرسه يا حبيبتي. طمنيني، ازاي غاده؟ كويسه الحمد لله. اتفضلي. أنا متشكرة جداً على موقفك بخصوص سفري بدون إذنك. ده اللي شجعني إني أجيلك وأقولك إن يمكن من حقك إنك تخلي البنت معك. أنت أقدر مني على تربيتها. لكن موضوعنا إحنا، قصدي الطلاق، كان الأساس فيه العند والتمسك برأيك. وأنا دلوقتي عندي الشجاعة أقولك إن لازم كل واحد مننا يمشي في طريقه. وانا عمري ما تمنيت لك الا كل توفيق وكل نجاح. يعني ايه؟ يعني نتطلق. انت شايفه ان دي مصلحتك؟ مصلحتنا احنا الاثنين. عن اذنك. مبروك يا ست، المسرح اللي لادي مليان. انا عاوزك تبقي حديث الناس كلها، العالم كله. ان شاء الله. مش عايزك تفكري في اي حاجه غير الجمهور اللي جاي يسمعك. انت فاهماني؟ انا خلاص قلت لصلاح على كل حاجه. انسي كل ده. اللي لادي انت ملك الناس، بكره هتبقي ملكي انا. والناس هخليكي اسعد فنانه، اسعد زوجه، اسعد ام. يلا اجهزي بسرعة. أوام. سهير. بحبك. ماما. أنا جيت هنا عشان أعتذر لك عن كل اللي حصل مني. أنا غلطت في حقك وفي حق غادة. أنا انتهيت وخدت جزائي. غادة بقى مكانها معاكي. أنت أحق مني بيها. وأنت زي ما طلبتي. حرة. كل إجراءات هعملها وأنا هبتدي حياتي من جديد. احنا جاهزين يا مدام، اتفضلي.
أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقتيهم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من لكم هنا أنا وأنا أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقتيهم هنا أنا وأنا ياما اتحملت انا قست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منو لكم هنا انا لا عتب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان حكايتي مع الزمان رسم لي عالسماء جنة فيها الهنا وقال هنعيش هنا قلت حلوة سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمان وقال ما فيش محال نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ما لقيتش غير ألام وعذابي مستنيني وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين ولا فاكره جايه منين جابني الطريق هنا انا وانا يا ما اتحملت انا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة انا وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فاكرة جاية منين جابني الطريق هنا أنا وأنا يا ما اتحملت أنا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا لو عتب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي معاك